السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل تنطبق علينا الآية التي تقول كمثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف؟ أولا يعني أنبغي أنصح قراءتك، لكن عموما أي بلدة تقيم على طاعة الله وطاعة رسله وبعدها ترزق وتطمئن وبعدها تنحرف عن طاعة الله ورسوله، انسحب عليها الآية ولتؤذن بعذاب من الله. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لذلك بعض الدول التي تنتقل من صلاح إلى فساد ومن إيمان إلى فجور وفسق تؤذن وتعلم أن عذاب الله سيأتيها. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا كانت القرية أهلها مصلحين تطمئن، أهلها مفسدون وبدأ الفساد وانتشر الفساد أبشر بالعذاب، أبشر بالعذاب.